مرحبا بكم في شي تيك. خلال معرض إيفا لهذه السنة عرضت سامسونج ساعتها الذكية جير اس 3 بإصدارها الثالث، فلنتعرف على هذه الساعة ومواصفاتها. إذن جير اس 3 وهي الإصدار الأحدث من سلسلة جير اس، وشاشة فيها 1.3 إنش من نوع سوبر أموليد. هذا الإصدار يتميز عن الإصدار السابق وهو اس 2 بأن الشاشة أكبر فيه من الإصدار السابق، حيث أن قطرها هو 46 ملم. هناك إصدارين من هذه الساعة، الفرونتير والكلاسيك. والفرونتير هي عبارة عن ساعة رياضية أكتيف، شكلها مختلف بعض الشيء عن الكلاسيك. الاختلاف الأبرز في التصميمين أن الكلاسيك يكون الإزرارين هنا بارزين بعض الشيء، أما في الفرونتير فهي مدمجة مع إطار الساعة. بالنسبة لوزن الفرونتير فهو 62 جراماً، أما الكلاسيك فوزنها 59 جراماً. هناك أيضاً فرق جوهري آخر ما بين الفرونتير والكلاسيك، فالفرونتير حاصل على اعتماد ميليتري ليفل، أي أنها تستطيع العمل في درجات حرارة قاسية قد تصل إلى 60 درجة فوق الصفر أو 60 درجة تحت الصفر. البطارية فيهما هي 380 ملي أمبير، وتستطيع العمل ما بين 3 إلى 4 أيام متواصلة. هناك الباروميتر، الألتيميتر، وكذلك الإكسلروميتر، وأيضا الجيروسكوب، فبالتالي تستطيع هي معرفة ارتفاع الشخص، تسارعه، سرعته، والمسافة التي قطعها. وأيضا الإضافة الجديدة لهذه الساعة هو الجي بي اس فيها، بحيث أنك لو كنت مثلا تريد الخروج لممارسة الرياضة أو ركوب الدراجة فلا تحتاج إلى حمل الجهاز معك. والرام الموجودة في الجهاز هي 768 ميجا بايت، والذاكرة التخزينية فيها هي 4 جيجا بايت. هناك الـ NFC، هناك البلوتوث، وكذلك الواي فاي لربط الجهاز. يمكن استخدام السبيكر الموجود فيها للتحدث، تحصل على المكالمات، تحصل على النوتيفيكيشن أو الإشعارات، وكذلك تستطيع القراءة. الساعة أيضاً تقوم بحساب نشاطات المستخدم اليومية مثل خطواته، الارتفاع عن سطح الأرض، وكذلك ساعات النوم. تأتي بمواصفات IP68، أي أنها مقاومة للماء، وكذلك الأتربة. تستطيع السباحة بهذه الساعة لأنها مقاومة للماء. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي، العربية.